السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد على قناه من غير مونتاج. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. تمام، ده هيكون فيديو سريع بس حبيت اعمل لكم زي ابديت، تمام، للناس اللي مهتمه بالعالم الافلام وعالم السينما، بس ايه نظره سريعه كده اهو من فوق عن حاله العالم دلوقتي من ناحيه الافلام وكده اهو. بالنسبه للاحداث اللي حاصله مؤخرا بالكوفيد 19 والكورونا وكل الكلام ده، ان ايه دلوقتي اللي حصل، الحاجات اللي اتاجلت، الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها بس مش هناخدها اي وقت قريب، بس قلت اعمل لكم الفيديو السريع ده. مبدئيا الافلام اللي ايوه ناس كانت مستنياها والافلام اتاجلت، نبدا بفيلم بلاك ويدو، تمام، اللي هو الفيلم الاستاندالون بتاع سكارليت جوهانسون في عالم مارفل السينمائي. الناس كانت مستنيه الفيلم ده، الفيلم ده تم تاجيله. ما فيش تواريخ معينه لمعظم الحاجات اللي انا اتكلم عليها، بس كل اللي احنا نعرفه ان هي اتاجلت عشان طبعا زي ما احنا عارفين ان السينمات مقفوله، فايوه فاتاجل العرض الاول بتاع الفيلم ده. بعد كده الفيلم بتاع جيمس بوند الجديد كان اسمه ايه، نو تايم تو داي تقريبا، الفيلم كمان اتاجل وتقريبا اجلوه لحد اخر السنه بس لسه مش متاكدين. فيلم اكوايت بليس الجزء الثاني كنت اتكلمت عليه ان هو من اكتر الافلام اللي انا مستنيها السنه دي، برضه هو كمان اتاجل. فيلم فاست اند فيوريوس الجزء التاسع اللي هيطلع فيه جون سينا اتاجل كمان الفيلم ده. اوكي، اي دونت مايند تو بي اونست. فيلم مولان اتاجل، يعني اللهم لا شماته. بس واخر حاجه من الافلام اللي انا عارف ان هي كانت المفروض تطلع في وقت قريب ولكنها اتاجلت، فيلم مينيونز. فايوه خمس افراد اللي كانوا مستنيين الجزء الثاني من فيلم مينيونز، ام سوري اي جاس، في فيلمين ناس كتيره كانت مستنياهم بس حتى الان احنا ما عندناش اي معلومات عن ايه الحاله بتاعتهم، ايه اللي هيحصل لهم، هل هينزلوا في وقتهم المفروض ينزلوا فيه ولا هيتاجلوا. فيلم وندر وومن، تمام، الجزء الثاني مفيش عندنا عليه اي معلومات، والفيلم الثاني فيلم تنت اللي هو الفيلم بتاع كريستوفر نولان، من اكتر الافلام اللي احنا مستنيينها السنه دي، برضه احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل هينزل في الوقت العادي بتاعه ولا هيتاخر، الله اعلم. من ناحيه البرودكشن بقى اكتر حاجه طلع الكلام عنها يعني ان نتفليكس، تمام، نتفليكس دايما شغاله بتعمل مسلسلات، بتعمل برامج اوريجينالز للمنصه بتاعت نتفليكس. اللي احنا عارفينه دلوقتي ان كل البرودكشن بتاع كل الحاجات بتاعت نتفليكس وقفت، تمام، فالله اعلم ده هيعمل ايه فيهم. وعامه نتفليكس مش متضرره قوي من الموضوع ده لان طبعا الناس اكتر قاعده في بيوتها، فنتفليكس بتستفيد اكتر عشان الناس اكتر بيتفرجوا على نتفليكس، بس برضو ده هيكون ضربه وحشه ليهم في السباق اللي هم بيلعبوه دلوقتي مع الحاجات الجديده اللي طالعه ديزني بلس والكلام ده كله، ان البرودكشن وقف على حاجات كتيره من اللي هم كانوا بينتجوها، سواء بقى كان جزء تاني لمسلسل او حاجه جديده بيشتغلوا عليها، كل حاجه وقفت. وفيلم تاني لقيته في الاخبار كده وموجود عندي، ان الافلام بتاعت افاتار اللي جيمس كاميرون بيعملها اللي هو الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس من افاتار اللي هو شغال عليهم، الافلام دي الانتاج بتاعها وقف. فيعني اوكي، يعني انا ما سالتش عن المعلومه دي بس لقيتها قدامي فقلت اديها لكم. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده، قلت اديكم ابديت سريع عن اللي بيحصل في عالم الافلام، وخلينا ندردش شويه. عرفوني في الكومنتات ايه اخباركم دلوقتي، ايه احوالكم، ولو عايزين ايه تكملوا النقاش اكتر من كده، عايزين تتفرجوا على شويه ميمز تضيعوا وقت زياده، مفيش اي مشكله، روحوا الجروب الخاص بالقناه بتاعتي على الفيسبوك، ميمز للصبح هناك، وروحوا اتفرجوا على الفيديوهات التانيه اللي انا عملتها في الاسبوع ده اللي ترشح لكم حاجات تانيه ممكن تعملوها في الكورنتين او في الحجز الصحي اللي احنا فيه، وان شاء الله في المستقبل كله يتحسن. عندنا الميم اوف ذا داي، شكرا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.